هذا اللي كتشوفوا قدامكم هو شبه صحفي خريج شي تكنه عسكريه ديال نظام الكابرانات وشياج ولحاس الكابا من درجه كابران كبير. وبسبب هذاك الشيء اللي وقع في الفريق من هضره بركان في مطار بوخروبه بغى يلمع الصوره وبغى يشيج كما ديما لنظام الكابرانات، ولكن هيهات ثم هيهات، حنا غادي نجبدوا لك الخيخ ديالك وهذاك الشيء القديم اللي كنتي كدير. قبل ما نشوفوا الخيخ ديالك ونردوا على هذا الشيء اللي كتقول، اجيو نسمعوا كاملين الشيته كي دايره. السلام عليكم ورحمه الله خوتي العزاز. هذا خبر كما نقولوا هذا وين جا وحصري، وهذا وين وقع. هذه صارت اليوم في المطار، في المطار ديالنا. انه على بالكم يخفاش عليكم انه الاتحاد العاصمه اليسمى عندها ماتش مع الجاره، مع الجاره المغربيه. المهم واذا بهم جاوا الفريق تاع المغرب، جاو باش يديروا الماتش هنا في الجزائر. استقبلوهم طاقم اتحاد العاصمه بالورود كما راكم تشوفوا، بالورود والله غير استقبلوهم احسن استقبال، وكل حاجه كانت عاديه وكل حاجه كانت نورمال، راكم فاهمين. مي ولكن كي يكون عندك جار سوء والجار هذا يدير لك المشاكل في اي حاجه صغيره، ديفيتيريتي صغيره، يحوس لك على لا بتيت بات. باش جاو بواحد تريكو والصحراء الغربيه، وهذا الشيء هذا يمانع قوانين الاساسيه للكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، ومام حتى الامم المتحده بتريكو اللي جاو. اي بلادوان والدوله الجزائريه اللي حنا عندنا السياده تاعنا، قلنا لهم يا ناس هاد لي لوغو هادو مالكم لابسينهم ممنوعين، بدلوا تريكوات ومرحبا. يعني هما كانوا حابين يجوا كما نقولوا ما بين قوسين يستفزونا في بلادنا، في بلادك، ويستفزك. الناس هادو مام الا كانت خصومه ما عندهمش شرف الخصومه، يعني كي تقتدي حاجه تكون فيها مباراه كره قدم ولا كاش حاجه واحده اخرى، انا حط كلش اكوتي، انا كاين كيما نقولوا دي سيبورتيروم جايين، كاين متعه انا صح تشوفها، راكم فاهمين. اتحاد العاصمه اللي يسمى داروا لهم كل حاجه، كل متطلبات اللي يحوسوهم، حطوهم الرز، واذا بهم داروا الاستفزاز هادو اللي داروها. ما عليناش، نروحوا من ناحيه القانون، ناحيه القانون او عندي لهنا الماده السادسه من قوانين منافسه الكاف، اسمعوا بها. الاعلانات المرخصه على القمصان هي فقط تلك المسموحه من بلد المحتضن للمباراه. اعلانات يعني اسمها خرائط، شعارات، اشهارات، رموز، الوان الى اخره. والمتوافقه مع قوانين الكاف خاصة كما نقولوا بالقمصان. هذه لو كان تشوفوا في القانون المادة السادسة، راكم فاهمين، يعني هذه كما نقولوا ماشي حنا رانا نديروا فيها. نون سيرمون جيتوا باش تستفزوا الشعب الجزائري والسيادة الجزائرية، وثاني ما احترمتوش قوانين الكاف وكرة القدم وحتى القوانين الدولية. ابري موراها واش داروا؟ بداوا يتباكاو، قال لك ما ناكلوا ما نديروا والو، وبداوا يبعثوا للمغرب، للمغرب يبعثوا لهم انه الدوله الجزائريه حقرتهم ودارت لهم. اما الحكايه وبما هي اللي حكيتها لكم يا خوتي، وربي شهد الا زدنا عليكم ولا نقصنا عليكم هضره. المغزى من النص انه انتوما جيران تاع مشاكل، وتحوسوا على المشاكل، وتحوسوا على اي حاجه صغيره هكا في تشيليتي كان نقطه ديروا عليها حيحوحه كبيره. ربي يهديكم ان شاء الله، وباش يعرفوا تاني مام البلد ديالكم، مام الشباب تاعكم، مام لي سيبورتر تاعكم، يعرفوا انكم كنتوا حابين تسيو ديروا استفزاز للشعب ودوله لهنا جيتو ضياف، مي ولكن نتوما ما تحترموش الطابع تاع الضيافه، وما تحترموش الناس، راكم فاهمين. عم بالكم سايبه، نتوما دايرين في بالكم انها تزاير زريبه، تزاير ما هي الزريبه، تزاير فيها قوانين وفيها سياده وطنيه. ايبا هذه هي، عجبتكم اللهم بارك، ما عجبتكمش الطياره اللي تعاود جابتكم تديكم بلا ما تنسى الرومبوا وتدخل لبلادك. سلام ورحمه الله. وقال لك سيدي السبب الرئيسي هو ديك الخريطه اللي فيها الصحراء، ورا عندك الصح، ملي ما درناش لك الصحراء الشرقيه حتى هي، حيت هذيك هي الاراضي الحقه ديال المملكه المغربيه،
وكون كانت هذيك الخريطة ممنوعة كما كتقول في الكونفدرالية الإفريقية، ما كانش نهضة بركان غادي يلعب بها. هذا هو الموسم الخامس، وما كاين حتى شي قانون كيمنع أنك دير الخريطة في التونيات ديالك، وهذاك القانون اللي جبتي كيهضر على الإشهارات ماشي على الخرائط، وكيهضر على الرموز العنصرية والرموز المخلة بالحياة إلى آخره، وما عنده حتى شي علاقة بالخرائط. وانت اللي كتهضر على شرف الخصومة، ولا كان شي مشكل نحطوه أكوتي ونخليو السياسة ونهضروا في الرياضة. جوج وليدات ديالنا مشاو كيعوموا في البحر قتلتوهم بسبب السياسة، و 350 ألف مغربي جريتو عليهم نهار عيد الأضحى بسبب السياسة، والمئات ديال الشركات حبستو النشاط ديالهم عندكم وصيفتوهم لهنايا بسبب السياسة، وقطعتو الغاز وقطعتو الأجواء وقطعتو أي حاجة كتربط الجزائر مع المغرب. بسبب شنو؟ بسبب السياسة اللي كتقولينا خليوها كوطي. وغير العام اللي فات هبطتوا الدرابو ديال المغرب من وسط التيران في الماتش ديال الوداد وشبيبة القبائل بسبب السياسة، ونهار اللي فتحتوا الملعب ديالكم في الشان الأخير اللي نظمتوه كأسوأ شان داز في التاريخ ديال كرة القدم جبتوا مانديلا وهدر وسط التيران وفي السياسة، ونهار اللي هذيك الحاجة المغربية كانت وقعات لها كريز في الطيارة وجات هبطات عندكم واستقبلتوها وكل شيء وبغيتي تدخلوا ليها السياسة، وهالفيديوهات باقين أنا غنوريهم لك دابا. حكمني وليدها، قال لي نطلب منك حاجة، قلت له تفضل، قال لي والصور دير، قلت له ما تعطينيش هالنوض انت تقول لي والصور دير، قلت له كاينه حاجة ملكي هضرنا فيها اللي نقول لك، قلت له كاين أمورات اللي ما نديرهمش، قال لي اللي هي، قلت له هذه تاع قول الرئيس جمهورية تبون يدير يدو في يد الملك السادس، قلت له هذه ما نديرهاش خويا. الله حنكوبينا هذوما، لا لا حنكوبينا هذه الامور تهدو يسكوبوا. وشوفوا على كذاب وعلى منافق شنو تيقول، تيقول باللي السيد طلب منه باش يطلب تبون يتدخل ويدير يدو في يد الملك محمد السادس نصره الله. راه قلت لكم غنجبد لكم الخيخ ديالو القديم، هذا الشيء اللي نفاس السيد المعني بالامر اللي قال لك ما قلت ليه حتى شي حاجه، وهذاك الشيء غير كذوب في كذوب. ومنطقيا السيد مو في الانعاش وغادي يمشي يطيح ليه في باله فكره انه يمشي عند هذا الصحفي يطلبه باش يدير يدو في يد الملك محمد السادس، والملك محمد السادس ما كيتعاملش مع حوتالات العالم وما كيتعاملش مع العصابات. نسمعوا دابا شنو قال هذاك الولد اللي طيح عليه هذا المهرج كما تيقول السيد، هذا المهرج هذا الباطل هذا. وهذيك ميستير هذاك المهرج اللي كيقولوا له المهرج هذاك، هذاك هو السبب الرئيسي ذات شيء هذا. انا واخا انا ما قلت والو، انا قلت شوف انا مغربي ياك، مغرب في المغرب ها، كنبغي الملك ديالي، كنموت على الملك ديالي، والله ينصر سيدنا وعاش الملك وعاش المملكة المغربية والشعب المغربي. هذه انا كيفاش قلت انا والام ديالي في الطائرة، ومن بعد عرفوا علاش ياك هاد الناس هادوما اللي مقدمين هاد ميستير بي ما عجبتهمش، صافي ناض السيد كيتسرد في الفيديوهات ويهضر ويكذب، وانا قال لي انا عيط لي، انا والله ما عيط، وانا والله ما كنعرفه ولا عمري شفته في الحياه ديال هذاك السيد، ما عمري شفته. احنا عيطنا وجبنا وقلنا كانوا كيقولوا له ابدا الرحمن الرحيم، وعملوا له وصنعوا له وهذيك نالو الاوطيل شاد الاكاذيب التافهه. علاش علاش هنا ما عندك؟ جيب لي دليل واحد، دليل واحد، دليل واحد المهرج، دليل واحد، دليل واحد ياك. هي مشاهد وكيف سمعتوا اخوتي المغاربه، السيد معروف عليه الكذوب وبروفيسيونيل في الحيس الكابا
من شحال هذه. والسبب اللي خلى الكابرانات يخدموا بك هو انك طلعتي على ظهر اولاد الشعب. طلعتي على ظهر اولاد الشعب الجزائريين اللي كنتي كتصورهم شحال هذه في فيديوهات في اليوتيوب، ومن بعد ولا شياج كبير ديال نظام العسكر وكيطيح الباطل على عباد الله. وهذا الشيء اللي درتو مع نهضة شبركان والله ما غيدوز لكم طريفه.